مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كيك الاوريو. كيك كتير كتير طيب ورائع، وبيتحضر معنا بوقت كتير كتير بسيط وصغير. كيك بشهي رائع، شايفين منا شكل كتير رائع. تحضر معنا بوقت كتير صغير، بس بياخد معنا وقت. بحط الكيك بالبلاط، من عدة طبقات كريمي والبسكوت. شكله بشهي كتير كتير طيب. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شيء عنا بسكويت الأوريو، هلأ بدي صفهم بالقالب أو بصينية، ما في أي مشكلة. رح استعمل هيدا القالب. حط البسكوت زي ما هو بهيدا الشكل، شايفين كيف؟ بس بصفهم. هلا الطبقة الثانية، الطبقة الثانية حطينا كوبين حليب، ضيف سكر ملعقة اثنين، ملعقتين طعم سكر، نشا ملعقة اثنين، كاكاو حطينا كمان ملعقتين كاكاو. خلطهم شوي على البارد وبرجع بحركهم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد الخليط بهيدا الشكل منطفي الغاز. بحط الخليط فوق البسكوتات، هلا بتركن على المجلى ليبردوا بحرارة الغرفة وبرجع بحطهم بالبراد اقل شي ساعة. بعد مرور ساعة بتجمد عنا الشوكولا، هلا بحطهم على جنب وبدي اعمل انا وياكم بكريمة. عنا 130 ملي حليب سائل، وفينا نستبدل الحليب بمي بارد. هذا الحليب الموجود عنا كمان من البراد بارد. ضيف ظرف كريمة بخفقن على سرعة عالية. بس خفقنا الكريمة، بعد ما خفقنا الكريمة هلا بكسر بسكوت فوق الكريمة، بسكوت الأوريو نكسرهم فوق الكريمة هيك شقف كبيرة شوي بهيدا الشكل. بسكوت بالكريمة بتحطوا انتوا قد ما بدكن، انا ضفت 8 بسكوتات فقط. هلأ منحطن على الطبقة هيدي، طبقة الشوكولا منوزعن قد ما فينا. يعني انتوا هلأ بس تعملوا هيدا الكيك بتلاحظوا كل طبقة فيها نكهة. كيك كتير كتير طيب وسهل، يعني ما بياخد معنا وقت بالتحضير، بس بياخد معنا وقت لما نحط الكيك بالبراد ليجمد. بس حطينا الكريمة والأوريو بهيدا الشكل، هلأ بحطهم بالبراد أقل شي 3 ساعات. هيدا الحلو بعد ما جمدت منيح بالبراد، بدنا نحط على الوجه أوريو، بسكوت الأوريو كمان. رح كسر بسكوت هيك تكسير خفيف، وزعهم
حطينا بسكوت بهيدا الشكل. هلا بدنا نفك الحلو عن القالب بهيدي الطريقه. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاية. باي باي حبايبي.